افتح على طول يا اللي بره المفتاح في الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جيرانكم هنا في الدور الثالث. شرفتينا. انا جاي بصراحه عشان احمد الاسطوره. ده انت يا احمد فيديوهاتك مكسر الدنيا، ده انا بحبك وابني بيحبك وكلنا بنحبك، ده العيله كلها بتحبك. ده انت عقلك فاضي قوي. تسلمي لي، ربنا يخليك. والله العظيم ابني بينام على فيديوهاتك. يا الشيخ الشعراوي ما ينام على فيديوهاته. ربنا يخليك. طب ابني راح مع ابوه مشوار وخمس دقايق وجاي، ان شاء الله مش هيطول. ممكن اول ما يجي تيجي تتصور معاه؟ عناية والله. حاضر، اول ما يجي نادي عليا وانا هطلع لك على طول. وعد وعد. انت على كده ما تعمل الفيديوهات دي ازاي؟ ده باين عليها صعبه وما تاخد معاك وقت جامد. اما اعملها عادي، حد اما يصورني واجمع كام لقطه كده مع بعض واما ارتبهم واما اعمل لما يبقى فيديو عادي. اما تاخد فلوس على الكلام ده؟ امال ايه، حوالي نص مليون في الشهر. يا ابو ما شاء الله، نص مليون بحالها؟ يا شيخ نص مليون مين ده مهزر معاك؟ انا لو معايا نص مليون كنت قعدت معاك في عماره. طب ممكن تيجي تتصور معانا لحد ما بنيجي؟ حاضر يلا. طب يلا. عايز حاجه يا بابا؟ طلع فوق وجاي يا ابن المحظوظه، على الطلاق لقوم اعمل فيديوهات من النهارده.